أخيرا وبعد 6 أشهر ظهر المحافظون الجدد، وخرجت حركة المحافظين إلى النور بعد بقالنا 6 أشهر بندور على محافظين، لكن أخيرا عندنا 17 محافظ النهاردة أقسموا اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس. المحافظين هم خالد زكريا أمام محافظ للجيزة، الدكتور أسامة عبد الواحد محافظ لكفر الشيخ، رضا عبد السلام إبراهيم محافظ للشرقية، هشام يونس محافظ للمنوفية، محمد السيد بدر محافظ للأقصر، دكتور محمد علي سلطان للبحيرة، أيمن محمد عبد المنعم لسوهاج، حسام الدين إمام للدقهلية، سعيد مصطفى كامل للغربية، اللواء علاء فتحي أبو زيد مطروح، ياسر الدسوقي عطية أسيوط، هاني يوسف المسيري وده اللي عامل كثير من الجدل للأسكندرية، وياسين حسام الدين طاهر للإسماعيلية، مجدي نصر الدين حسين لبورسعيد، وإسماعيل عبد الحميد طه محمود لدمياط، والمستشار وائل محمد نبيل مكرم للفيوم. أيضا هناك 4 نواب للمحافظين، منهم 3 من النساء: منال عوض ميخائيل نائبة لمحافظ الجيزة، سعاد عبد الرحمن الخولي نائبة لمحافظ الأسكندرية، جيهان عبد الرحمن نائبة لمحافظ القاهرة، وإبراهيم نصر نائب لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية. طيب إيه اللي بيميز هذه الحركة؟ من الواضح أن هذه الحركة شملت مجموعة من المحافظات اللي كان فيها مشاكل عديدة، كان فيها عدم رضا شعبي من المواطنين زي محافظة اسكندرية، محافظة الأقصر مثلا، وأنا نزلت محافظة الأقصر وشفت شكاوى الناس وعرضنا شكاوى الناس. محافظ الأقصر الحقيقة كان يعني ده حركة جيدة جدا، هو إزاحة محافظ الأقصر، لأنه الناس كانت بتشكو شكاوى عديدة. أيضا الإسكندرية مع يعني احترامنا لسيادة اللواء طارق المهدي، وهو يعني رجل أنا شخصيا أكن له كثير من الاحترام، لكن إسكندرية كانت عندها مشاكل عديدة، آخرها أن الناس طبعا يوم ما تعطل شبكة الصرف الصحي أو إحدى محطات الصرف الصحي، والناس كانت في الشارع بالبيتش باجي وبالمراكب. هنا المشهد ده ربما هو المشهد الذي أسقط محافظ الأسكندرية بعد شكاوى عديدة. أيضا الفيوم كان فيها مشكلات وزيادة تظاهرات الإخوان كانت في الفيوم. الشرقية أصبحت لم تعد الشرقية محافظة عادية، الشرقية بقت محافظة مواجهة ومحتاجة محافظ مواجهة، وبالتالي الشرقية تم تغيير المحافظ فيها. طيب ايه اهم الملامح لهذه الحركة؟ اهم ملمح بنلاحظه في هذه الحركة لما نشوف السيفيهات ونشوف الاسامي، انه السن صغير نسبيا، يعني احنا بنتكلم في متوسط اعمار 49 عاماً.